خلال اجتماعها في لاهاي، منظمات سورية تدعو الدول الفاعلة في سوريا لإبطال رواية سلطة الأسد حول الأسلحة الكيماوية ودعم رواية الناجين وضحايا. تقرير حقوقي يوثق مقتل قرابة 30,000 امرأة منذ 2011، معظمهن على يد أجهزة أمن الأسد واستخدام اعتقال الإناث كسلاح الابتزاز والسيطرة. بعد هدوء حذر لعدة أيام، مجموعات عشائرية تشن هجمات على مواقع عسكرية لقسد بريف دير الزور الشرقي والغربي. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أصدرت منظمات المجتمع المدني بيانا عقب المؤتمر الذي عقدته في مدينة لاهاي حول الأسلحة الكيماوية، طالبت فيه إبطال رواية سلطة الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا على اعتبار أنها غير شرعية. ودعا البيان دول الأطراف إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما حث على تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق بطريقة مستدامة وطويلة الأمد. وشدد البيان على ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 واتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف وفقا للمادة 12. وأكد البيان على وجوب تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها فرنسا بحق بشار وماهر الأسد وضباط في قوات الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل الدول الأطراف. كما دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها. وشارك في المؤتمر مجموعات من الضحايا والناجين وخبراء دوليين وممثلين عن أكثر من 30 دولة. ينضم إلينا الدكتور سليم نمور رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية يحدثنا من برلين. مرحبا بك معنا دكتور. أنت كنت حاضر للمؤتمر ومشارك به أيضا، ما هي أهم المخرجات والنقاط التي ركزتم عليها أيضا إضافة إلى ما ذكرنا؟ هلا بالحقيقة مثل ما تفضلت وذكرت، مجموعة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السوري يلي اشتغلت على ملف الكيماوي من مختلف زوايا، سواء كروابط ضحايا، سواء كجهات استجابة على الأرض أو كجهات توثيق أو كحقوقيين. قضية الكيماوي هي قضية وطنية سورية. الشيء اللي جمع مداخلات الجميع بالأمس بالمؤتمر هو غياب المحاسبة، شعور المجتمع السوري بأن المجتمع الدولي يغوص في تفاصيل جمع الأدلة، يغوص في تقارير اللجان، يغوص في القضايا الفنية، ويغيب عن ذهن هذا المجتمع الدولي أن قضية الكيماوي السوري هي قضية جنائية، هي قضية استخدام ممنهج للسلاح الكيميائي. قضية السردية كلياتنا بنذكر ب 2018 لما نظام الأسد طلع حوالي 15 شخص من الغوطة من دوما وخلاهم يحطوا رواية بمقر البعثة الروسية بلاهاي، رواية مفبركة عن ضربة كيماوي دوما 2018. وشفنا كلياتنا ببداية 2023 لما صدر التقرير الثالث لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يلي ثبت استخدام السلاح الكيميائي في دوما، وبالتالي أبطل هاي الرواية. وكثير من تقارير اللجان الأممية وتقارير منظمة حظر الأسلحة. دكتور سليم، لنستغل الوقت معك. أنتم ربما تكون هذه خطوة إيجابية، اجتماع منظمات سورية والبحث والتوصية في ذلك، لكن ما هي الخطوات العملية التي قد تؤثر على المجتمع الدولي والدول الفاعلة بهذا الملف؟
هلا بالدرجه الاولى الدول الاطراف بمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه سمعت صوت المجتمع السوري الحقيقي، سمعت نداء انه ماذا بعد جمع الادله وماذا بعد التقارير، الخطوه التاليه هي الاليات المحاسبه. في شعور وسمعت انه في شعور عند المجتمع السوري ان العالم يختبئ خلف الفيتو الروسي ويقف هون. هلا السوريين اشتغلوا من الهوامش المتاحه من بند الولايه القضائيه العالميه، بند الولايه خارج الاقليم، كلياتنا سمعنا بمذكرات التوقيف اللي صدرت بفرنسا من حوالي اسبوع، وكان في دعوه للدول الاطراف انه دعم هاي المذكرات والتعاون معها وتضييق الطوق على المجرمين اللي ارتكبوا هاي المجازر بحق الشعب السوري. في دعوة بالنهاية إلى أنه آن أوان المحاسبة وآن أوان البحث عن آليات لهي المحاسبة، آليات المحاسبة. هذه الآليات لو ركزنا على هذه النقطة، هل أنتم من ستعملون عليها أم أنكم ستحثون المجتمع الدولي والمنظمات والدول المعنية الفاعلة على إيجاد هذه الخطوات وأيضا تفعيلها؟ هلأ الخطوات العملية سيقوم بها المجتمع الدولي، إنما العمل على هذه الآليات هناك جهد سوري جبار يبذل، وإن شاء الله قريبا ممكن أنه يتوج بشيء بإطلاق آليات يعني من أجل المحاسبة. هذه الجلسات مستمرة دكتور سليم ولقاءات من قبلكم لتحقيق ذلك؟ هلأ الحقيقة جهد كبير لمجموعة كبيرة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السوري وبتعدد اختصاصاتها، هدفها الوصول إلى آلية واضحة إلى المحاسبة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات. أشكرك الدكتور سليم نمور رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، حدثتنا من برلين. تعرض أكثر من 300 مسكن لأهالي مخيمات أطمة للغرق بفعل الهطولات المطرية، ما دفع أهالي هذه المخيمات لمناشدة المنظمات والجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير اللازمة وإنقاذهم من كوارث عديدة قد تصيبهم مع بداية فصل الشتاء. مكررا مأساة آلاف العوائل في أطمة وعدة مناطق أخرى، حال أم محمد كحال غيرها، حاولت إنقاذ أولادها من الغرق بمياه الصرف الصحي والأمطار فخسرت كل مقتنيات منزلها الذي تعرض للغرق. عندي هالطفلة المعاقة ما شفتها الا المي تحتها، طايفه المعاقه شلتها بركض زتها على جواري، اركض اقطع اولادي من المجرور من المي، الاغراضي كلها انطافن، راحت عندي البطاريه الرافعه الجهد، ما طلعت غرض من بيتي. اقتصرت الاضرار بفعل الطوفان على الماديات فقط، ولم تسجل اي اصابه في صفوف الاهالي الذين طالبوا الجهات المعنيه بايجاد الحلول لايقاف معاناتهم الدائمه. الله وكيلك، صرنا حزن نام على البلاط، تنبع البلاط اللي نام عليها صارت نزمي، واحنا ناشد المنظمات لأول مرة وثاني مرة، والناشد كل المنظمات البل محرر انه يساعدوني كنقل، او بقول لك والله لا طلبنا نقلكم لغير مكان، ما في، راحت عالم كتل، اللي عنده 10 تنفس عم يعطيه كتله 5 امتار ب 6 امتار يعني، ومؤسس حاله هون بيرك هو واولاده وعيلته كلياتها مؤسس حاله هون، ما في روح يعني ماشي حاله هون واموره كويسه عايش يعني. استجابة خجولة من المنظمات الإنسانية والمؤسسات المدنية المعنية بمساعدتهم، فوفق إدارة مخيمات أطمة أنهم عملوا وفق الإمكانيات المتاحة والتي لا ترقى لسد حاجات تلك العوائل التي أنهكها فصل الشتاء منذ بدايته. قطنا عليهم نقول لمساكن تليق فيهم مساكن بيتونية بمشهد روهين، فكان الرفض من العوائل ما قبله بسبب مساحة الشقة ما بتوسع للعوائل الموجودة. يعيش سكان مخيمات الشمال السوري حياة مأساوية وصعبة مع بداية فصل الشتاء،
ويقولون أن الحل الأنسب لهم هو نقلهم لمنازل إسمنتية تحفظهم وتحفظ عائلاتهم من برد هذا الشتاء. سعيد السعيد، حلب اليوم، من مخيمات أطمى بريف إدلب الشمالي. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نحو 30,000 أنثى قتلنا في سوريا منذ أذار 2011، معظمهن قضين على يد أجهزة أمن سلطة الأسد. كما أكد تقرير أن الأسد استخدم اعتقال الإناث كسلاح للابتزاز والسيطرة. التقرير والتفاصيل. لم تخلو سياسة الأسد ضد السوريين من أي نوع من الموبقات. تقارير متواترة آخرها للشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أشار إلى أن قوات الأسد استخدمت العنف الجسدي ضد النساء كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المناطق والنزوح منها قبيل اقتحامها، وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب. التقرير أكد أن الاعتقال تم بموافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأسد والتي أعطت الصلاحيات بارتكابه. استهداف الإناث بعمليات الاعتقال كان على أساس الجنس، باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها وفق تقرير الشبكة. كما أضاف التقرير أنه في كثير من الأحيان اعتقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة أو عرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش. واتسمت هذه الاعتقالات وفق التقرير بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي لابتزاز عوائل المعتقلات ماديا ومعنويا والضغط والتضييق عليهم. كما نوه التقرير أنه في بعض الأحيان اعتقلت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمن بها في التظاهرات والاعتصامات السلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية. أرقام صادمة تحدث عنها التقرير، فنحو 30,000 أنثى قتلنا في سوريا منذ عام 2011، 117 منهن تحت التعذيب، وأكثر من 11,200 أنثى لا يزلن قيد الاعتقال والاحتجاز، إضافة إلى 11,441 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، ومعظم تلك الانتهاكات وفق التقرير كانت على يد سلطة الأسد. كشفت صحيفة الوطن الموالية أسعار المواد الغذائية والخضروات في أسواق محافظة اللاذقية، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع أسواق باقي المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد. وذكرت الصحيفة أن أي طبخة بدون لحم أصبحت تكلف العائلة مبلغ 75,000 ليرة بعد ارتفاع سعر كيلو لحم العجل إلى 140,000 ليرة. وبحسب الصحيفة ذاتها فقد وصل سعر كيلو القهوة إلى 110,000 ليرة، والمتة إلى 200 غرام إلى 14,000 ليرة، ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 7,000 ليرة و 3,500 ليرة، للبندورة والخيار 8,000 ليرة، والكوسة 7,500 ليرة. وفي السياق ذاته شهدت بعض أحياء العاصمة دمشق خلال الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في إيجارات المنازل، ليصل بعضها إلى ما يقارب 10 ملايين ليرة سورية، وبنسب زيادة تراوحت بين 300 و 400%، بحسب إذاعة الشام اف ام الموالية. نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصيد النهري التقليدي مهنة يتشبث بها شاب نزح في جرابلس الشرقية حل. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. شن مقاتلو العشائر هجوما واسعا بعد منتصف ليلة أمس على عدة نقاط وحواجز تابعة بريف دير الزور الشرقي والغربي لقسد.
وهاجم مقاتلو العشائر نقطة عسكرية لقصد قرب قناة الري في بلدة الصبحة شرقية دير الزور ونقطة المقسم في بلدة الحريجية في الريف الشمالي ونقطة أخرى لقصد على أطراف بلدة العزبة. وهاجم لواء ثوار البكير التابع لقوات العشائر فوج المطاحن التابع لقصد في قرية الجيعة غربية دير الزور. كما اندلعت اشتباكات بين مقاتلي العشائر وعناصر لقصد بالأسلحة الرشاشة في بلدة أبو حردوب شرقية دير الزور. من جانبه حلق الطيران المسير والحربي التابع للتحالف الدولي في سماء مدينة البوكمال شرق دير الزور وبالقرب من الحدود السورية العراقية. ينضم إلينا الشيخ مضر حماد الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل السورية يحدثنا من غازي عنتاب. مرحبا بك معنا شيخ مضر. توقيت هذه الهجمات بماذا يتعلق وكيف تعلق على ذلك؟ لماذا الآن؟ حياكم الله. لا شك بأن الهجمات هي مستمرة، الحرب الخاطفة هي مستمرة، ما لم يتم تحقيق مطالب الأهالي، مطالب أبناء العشائر العربية، يتم تحقيق مطالب أبناء محافظة دير الزور بشكل كامل التي تقع تحت سيطرة ميليشيات البيدي قسد الإرهابية والتي ما زالت تمارس الإرهاب في هذه المنطقة وكذلك بحق أبناء العشائر العربية في وادي الفرات في وادي الخابور. ولذلك الهجمات ستبقى مستمرة ما لم يتم كذلك توفير الخدمات الأساسية للأهالي، كذلك الاهتمام ودعم المدارس، وقف تهريب النفط والغاز، توفير مادة الخبز، توفير يعني شيخ مضر هذه العمليات الهجوم العسكري ليست بهدف السيطرة إنما بهدف الضغط فقط؟ نعم، أولا الهدف واحد هو عملية طرد ميليشيات البيدية من وادي الفرات ومن وادي الخابور من أجل إدارة هذه المنطقة من قبل أبناء العشائر والقبائل العربية التي تسكن في هذه المنطقة. وهذه المنطقة تسكنها القبائل والعشائر العربية 100%، أي لا توجد أي قومية أو أي عشائر أخرى إذا كانت كردية أو تركمانية أو سريانية أو يزيدية أو غيرها. لذلك هم يريدون إدارة هذه المنطقة بعيدا عن إدارتها من قبل ميليشيات البكك الإرهابية التي جاءتنا من خارج الحدود، من جبال قنديل، من شمال العراق، من تركيا، من إيران. ولذلك أبناء قبائل العقيدات والبقارة وكذلك أجبور والمشاهدة والبوخابور والبوليل والبوشعبان وبني صخر والقلاعيين يريدون إدارة هذه المنطقة. هل هناك تواصل شيخ مضر مع التحالف الدولي لطرح هذه الرؤية؟ المشكلة أن التحالف الدولي منذ البداية قد اعتمد على ميليشيات البكك الإرهابية، رغم أنه أمريكا والكثير من الدول الأوروبية هي قد وضعت حزب العمال الكردستاني على قوائم الإرهاب الدولية، وميليشيات البيدية هي الجزء الرئيسي أو الجزء السوري من قبل تنظيم البكك الإرهابي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، تنظيم البكك الإرهابي أو الكوادر التي جاءت من جبال قنديل هي التي تحرك وتدير ميليشيات البيدية قسد الإرهابية. ولذلك نحن كذلك نؤكد للتحالف الدولي، فإذا كانوا يريدون إعادة الأمن والأمان إلى منطقة الجزيرة والفرات فما عليهم إلا وضع يدهم مع أبناء المنطقة الأصلاء، أي أشكر. أبناء العشائر العربية هم الذين يديرون هذه المنطقة ويعملون على وقف الاعتداءات ووقف الإرهاب فيها. أشكرك شيخ مضر حماد الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل السورية، حدثنا من غازي عنتاب. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 أشخاص من حزب يبيجي وبيكيكي، قالت إنهم كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة عمليات نبع السلام شمال شرق سوريا. وقالت صفحات محلية إن طائرة مسيرة تركية استهدفت بغارة جوية موقعا للآليات يتبع لقصد جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي. كما قالت إن طائرة مسيرة تركية استهدفت نقاطا عسكرية لقوات الأسد في قرية زيوان بمنطقة الشهباء شمال حلب، ما أدى لوقوع أضرار مادية. قتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة، وأصيبت امرأة أخرى، جميعهم من عائلة واحدة،
بعد قصف قوات الأسد لهم أثناء عملهم على جني محصول الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبية إدلب اليوم السبت. وقامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابة لأقرب نقطة طبية وقدمت لها الإسعافات الأولية، وانتشرت جثامين القتلى وسلمتهم لذويهم. وأضاف الدفاع المدني أن القصف أودى بحياة 9 أشخاص في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب وجود إصابات خطيرة. وقصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم بلدات الفطيرة وكان صفرة في جبل الزاوية جنوبية. يتخذ الشاب نجم هشان من صيد الأسماك مصدر رزق له، فرغم نزوحه من قريته شيوخ فوقان الواقعة شرق الفرات، فضل اللجوء إلى جرابلس غرب نهر الفرات ليواصل عمله بالصيد. اسمي نجم هشان، قرية شيوخ فوقاني، نازح إلى جرابلس. صار لي بمهنة الصيد من 2008. مهنة الصيد تعني لي كل شيء، يعني أول شيء هي هواية، ثاني شيء مصدر رزقي. مواسم السمك له مواسم، يعني وقت حيضه حيوان الصياد بيشتغل. هلا ما في شيء، عم كهواية عم نمارس كهواية، يعني بما انه احسن ما نبرك بلا شغل بلا شيء عم نتسبب. وصلت على اعلى مستوى، وصلت ل 350 كيلو كرب، والوقت الحالي يعني هلا ما في شيء، يعني 10 كيلوات لل 15 احيانا نطلع على الفاضي، ما في عندنا ولا سمكه. ايه هيك الغارب بيكلف والبطارية بتكلف كل فترة، يعني بدنا نجدد شيء بالعدة، يعني من قصبة من شرطان كهرب من اي شيء، يعني مكلفة طبعا. والله بيجوا لهون عندنا تجار ومن هون بيشيلوه بيصرفوه على ادلب، على الباب، على عزاز، على مارع. النوعيات في الكرب بيطلع معنا كرب، طبعا الكرب له وقت محدد، ويطلع الجري كمان له وقت محدد، والأم حميدي والبوري والبني. هلا بالوقت الحالي مو موجود عندنا غير البني عم نصطاده والأم حميدي. والطريقة اللي عم بصيد فيها طبعا طريقة كهرباء، عن طريقة الضوء، ضوء تحت المي وبنشوف السمكة وبنصطاده. والله يعني ماشي الحال، يعني الصياد مبين يوم ينزل في رزق، ما في مصاري. اليوم ما نزل ما في مصاري. أطلق مركز عنبر المجتمعي في عفرين شمالية حلب دورة مجانية لتعليم الأطفال رياضة ركوب الخيل، حيث يشارك في الدورة 20 طفلا، وتتضمن تعليم المشاركين مهارات التعامل مع الخيل. التقرير والتفاصيل. بشغف واهتمام يتابع الأطفال تعليمات الكابتن فادي وهو يدربهم على ركوب الخيل. التجربة الأولى للأطفال بتعلم ركوب الخيل كانت مثيرة لهم، تحمل بعض الرهبة والتردد، لكن المدرب فادي وبحكم خبرته الطويلة في هذا المجال تمكن خلال فترة قصيرة من كسر حاجز الخوف لدى الأطفال تجاه ركوب الخيل. عمري 8 سنين. بيجي دائما لهم على مزرعة الأخيول 3 أيام، ولما أركب على الخيل بحس شعور حلو. عمري 6 سنين، صار لي مرتين جاي عن ركوب الخيل. أنا جاي بحب الخيل حتى أركب عليه. فرصة تعلم ركوب الخيل والتي أتيحت لقرابة 20 طفلا من محبي هذه الرياضة جاءت مع إطلاق مركز عنبر المجتمعي دورة في تعليم الفروسية بريف عفرين. وتهدف هذه الدورة إلى تعليم الأطفال التوازن وزيادة التركيز لديهم وبث الطاقة الإيجابية في نفوسهم. كما تحيي رياضة الفروسية جانبا من تراث العرب العريق وأصالته. هلا نحن في عنا عدة رياضات نحن عم نشتغل عليها مع الأطفال، ولكن ركوب الخيل خليني لك الخيل كونه في هو روح بالأخير، وفي صفات الخيل بيمتاز فيها، خاصة الخيل العربي الأصيل، إن كان هي عزة النفس، الثقة، خليني لك الكرامة، فهي الصفات عم تنتقل لهذا الطفل. العناية بالخيل وتنظيفها وإطعامها وإتقان التفاعل معها من خلال الإشارات والحركات هي جزء هام من التدريبات التي يتعلمها الأطفال خلال هذه الدورة.
ما يسهل عليهم التعامل مع الخيل والتحكم بها وصولا إلى مهارات الفروسية العالية والتي تتطلب جهدا كبيرا وممارسة دائمة لهذه الرياضة. بعيدا عن الرياضات التقليدية والتي أصبحت منتشرة بكثرة في الشمال السوري، يسعى القائمون على هذه الفعالية لتعليم الأطفال رياضة جديدة تعود بالفائدة عليهم، وهي بنفس الوقت متصلة بتراثهم. قصي أحمد حلب، اليوم عفري. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.